السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد سید قادری، ہاؤسنگ کالونی اوم پورہ. بہ کر قرآن شریفس سورہ الرحمن کر بہ تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف وريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، وبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.